في التشهد هل صح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته؟ في التشهد هل صح اللهم صل على محمد وأزواجه وأهل بيته؟ التشهد له عدة صيغ كلها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثلها ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة على النبي أيضا أمثلها ما رواه كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وثمة صيغ أخرى لكن هذا أمثلها وبالله تعالى التوفيق.